الرجل بلسانه هو وفي حوار له يبدو كان على قناة الجزيرة ولا فين يرد على هذه التهم برده هو، وكانت هذه هي إجابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأسئلة المتكررة في هذا الصراع الذي يحرص البعض أن يحولوه إلى فتنة طائفية، فاحذروا وانتبهوا يرحمكم الله. نحن الآن كما قلتها وأكررها، نحن في معركة واحدة، معركة صفرية وجودية بين إسلام وكفر، فيها إما أن تصطف خلف المسلمين وتتجند جنديا للدفاع عن دينك ومقدساتك خلف القيادة التي تقود المعركة من أرض غزة، وإلا فأنت تخدم العدو خدمة جليلة يخطط لها منذ سنوات طويلة ويعمل على إزكائها بين الوقت والآخر، ألا وهي الفتنة التي تؤدي إلى الفرقة بين هذه الأمة. والله تعالى حذرنا من ذلك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله أمرنا بالوحدة والترابط، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في ظل هذه المعمعة وفي ظل هذه الفتنة التي يروج لها البعض، نعم هناك دعاة ومشايخ وحكومات ينفذون الأجندة بحذافيرها، إما بعلم أو بجهل أو بغباء، فيفرقون الأمة وطلعين يسبوا ويلعنوا في سلامة، لا لشيء إلا لأنه يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فقط لا غير، لكن لا يعنينا هذا. في خضم هذا الصراع هناك أسئلة مهمة تتعلق بشخص حسن نصر الله، الذي أترحم عليه كما ترحم عليه قادتي في ميدان المعركة، لأني جندي خلف قادة ووجدته في نفس المعركة معنا يقدم ما استطاع من نفس ومال وجهد في وقت تخاذلت فيه أمتنا العربية السنية، وظل ثابتا على موقفه معنا حتى لقي ربه، فلماذا لا نترحم عليه؟ أما ما ارتكبه من جرائم فلا نسامحه فيها أبدا، لكن الفقه معناه هو النظر في الواقع الجديد، فلكل واقع فقهه ولكل معركة فقهها. أقول ضمن هذه الأسئلة وضمن هذا الاشتباك الذي يصر البعض أن يحوله إلى خلاف طائفي أبرأ إلى الله تعالى منه ومن كل دعاة الفتنة فيه، أقول يقول البعض عن حسن نصر الله إنه كان يسب الصحابة واعتقاده اعتقاد كفري لأنه يسب ويلعن أمهات المؤمنين. فعندما تسألهم وتقول لهم متى قال الرجل هذا الكلام، يقول هذا في كتبهم وهذا في معتقداتهم. أقول يا أخي نحن في الفقه نحكم على الناس إما بالقول أو بالفعل، قال كذا فسمعناه، أو كتب كذا فقرأناه، أو فعل كذا فرأيناه، لكن مجرد أنه يقال فلان تشيع أو فلان عقيدته فاسدة أو فلان كافر، لماذا؟ لأنه رأيته يمشي مع واحد كافر، أو لأنه كان يقرأ في كتب كفرية، الله ما يمكن بيقرأ فيها حتى يصوبها، ما يمكن هو لا يعتقد فيها. مسألة الاعتقاد دي مسألة بين العبد وبين الله، الاعتقاد محله القلب، محله القلب ثم بعد ذلك يصدقه اللسان والجوارح. والرجل في كل خطبه يستفتحها بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعناه أبدا، ويصلي على النبي طبعا ويصلي على النبي وآل بيته، وما سمعناه أبدا يسب الصحابة أو يلعن أمهات المؤمنين، ما سمعناه أبدا يحرف في القرآن أو يقول في اعتقاده يعني أن القرآن محرف فالآية كذا يجب أن تكون كذا، لا طبعا ما قال ذلك الرجل. فكيف ترميه أنت بتهمة يبدو أنه بريء منها؟ بل الواقع بعد بحث وتنقيب، وأنا بقالي أيام في الحقيقة يعني منذ أيام وأنا أبحث، وأرجو منكم أن تساعدوني أنتم أيضا في البحث، نتيجة البحث عندي
انه لم اجد له خطبه او كلام يسب او يلعن فيه احدا من امهات المؤمنين او احدا من الصحابه، بل وجدت العكس، وجدت خلاف ذلك. فلما سئل عن امرين مهمين جدا من اركان الفتنه التي تتصدر او يتصدر او يصدرها حكامنا من خلال بعض المشايخ ودعاة الفتن، أمرين اتنين يقول لك إن هم المد الشيعي في المنطقة، والأمر الثاني إن إحنا نسب الصحابة أو هم يسبون الصحابة ويلعنون أمهات المؤمنين. فوجدته الرجل بلسانه هو وفي حوار له، يبدو كان على قناة الجزيرة ولا فين، يرد على هذه التهم برده هو، وكانت هذه هي إجابته. حكايته تعال نحكي عوام غير صحيح يعني؟ ها؟ غير صحيح الذي حدثك به مستشار الأمير أحد الأمراء العوام. نعم، وأنا طلعت على الشام وقلت لهم في هيك كلام، ويومها المخابرات السورية كمان اشتغلت على الموضوع. ما في هذا، ما في مئات بسوريا. طيب في مئات من الشيعة تصننوا اليوم في عالم مفتوح على بعضه، العالم تحضر تلفزيونات فضائيات انترنت، في شيعة بيتصننوا، في سنة بيتشيعوا، بس حالات فردية. مد تحكيني بالملايين عم يتشيع، وين هذا؟ طيب إذا في هيك شيء مين مسؤول؟ تعال نعالج. طيب نجي منقول هذا مشكلة. اثنين، تجي بتقلي واحدة من المشاكل أنه بعض الشيعة يسيء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مطلوب موقف من مرجعياتنا الدينية، الإمام الخميني أخذ موقف صريح وواضح أن أي إساءة لأم المؤمنين سيدة عائشة أو لصحابة رسول الله أو لرموز الإسلامية هو حرام من كذا وكذا. وسمحتك شديد. وسمحتك ماذا تقول في هذه النقطة؟ كلنا نحن، أنا مش مرجع تقليد، أنا أقلد في هذا وأؤيد طبعا هذا الاتجاه وهذا المنحة. طيب نجي منعالج، نجي منقول طيب هذا الشيعي اللي فاتح تلفزيون مثلا بلندن، هذا مصرياته من وين؟ روحوا فتشوا على جماعتكم الإنجليز والمخابرات البريطانية اللي عطيته فلوس وعطيته إقامة وعملت له تلفزيون ليعمل فتنة بين الشيعة والسنة. عظيم. هذا مثلا من ناحية التوصيف الفقهي، عندما تعرض مسألة على فقيه أو تناقش مسألة في مجمع من مجامع الفقه بتناقش بهذه الطريقة: فلان يتهمه الناس ويرمونه بالكفر، فالعلماء يناقشوا فكر فلان ويناقشوا آراء فلان بناء على ما يستمع إليه منه، فإذا قال لهم كلاما يوافق اعتقاد المسلمين برؤوه من الكفر. وهذا هو الحال مع حالة حسن نصر الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي على رسول الله وعلى آل بيته، يؤمن بكتابنا، يصلي إلى قبلتنا، يأكل ذبيحتنا. يقول قائل أو قائلون كثر يعني من دعاة الفتن: يا شيخ أنت مضحوك عليك. لماذا؟ لأن دول عندهم التقية دين وعبادة. والله إن مجرد طرح هذه المسألة من واحد من المشايخ أو أي حد حتى لو من العوام، والله مصيبة كبيرة جدا وتطعن في ديننا نحن، لأنه معنى ذلك أن احنا هنبقى رقباء على ضمائر ما هو مدخول في نفوس الناس، ونحن شرعا غير مكلفون بذلك أصلا. الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من أفعال الخير وعليها ما اكتسبت من أفعال الشر. هكذا الإجماع عند أهل التفسير، يعني فلان قال كذا من الخير نحكم عليه ونقيم عليه الحكم الشرعي بناء على قوله أو فعله، وكذلك العكس أيضا. فإذا أين النص الذي يقول لابد أن ندخل في ضمائر الناس لنفتش في نواياهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: هل لا شققت عن صدري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. الله، خلاص أصبحنا شركاء في دين واحد. يعني بالله عليكم، يعني لو مشينا في موضوع التقية ده سنقف لبعضنا على كل صغيرة وكبيرة. وأؤكد لكم بل وأقسم على ذلك إن أي شيخ بيطلع يقول لكم إن دول بيستخدموا التقية دين، هو نفسه قد يضطر في بعض المواقف التي يخاف فيها على نفسه من بطش سلطان جائر، هو قاعد مثلا في مصر ولا في السعودية وخايف إن السلطان الجائر يحبسه، بيستخدم التقية. فهل يا ترى إحنا ممكن نرميه بالتقية أو نرميه بالكفر أو الزندقة لأنه بيعلن خلاف ما يبطن؟ بالتأكيد لا. هذا الذي أقوله أيضا: لا تحكموا على هؤلاء الناس كما لا تحكموا على غيرهم،
لمجرد نواياهم، لمجرد نواياهم. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر مهم جدا لابد من التأكيد عليه. يتبين لنا من البحث أن الرجل كما استمعتم إليه الآن حرر شبهة المد الشيعي، وقال لك أن ما فيش لحاجة اسمها مد شيعي، ممكن يكون فيه أفراد، لكن إحنا لحنا عايزين حد من المسلمين يتشيع من السنة، ولا السنة عايزين حد من الشيعة يتسنن. ولما تشوفوا يا إخوة تاريخ هذا الصراع اللي هو الطائفي ما بين السنة والشيعة، هتلاقوا أكثر من 1000 سنة، 1000 سنة أو يزيدون، الصراع هذا مشتعل لخدمة الأجندات الأخرى، لأجندات أعدائنا. 1000 سنة لا الشيعة انتهوا ولا السنة انتهوا، ولو قعدنا 1000000 سنة جاية والله لن ينتهي هؤلاء ولن ينتهي هؤلاء. فخلونا نتعامل كده، نتعامل على وفق الواقع الآن. إن الشيعة مسلمون، أما من يسب ويلعن منهم ويقول بتحريف القرآن ويبالغ في تأليه سيدنا أو يقول بألوهية سيدنا علي أو بخطأ الرسالة أو كذا، فهذا كافر. أما العوام من الشيعة وهم كثر، 90% من الشيعة، هؤلاء مسلمون. لا أتكلم هنا عن اعتقاد فاسد، بتكلم عن الاعتقاد اللي هو العوام اللي هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله مثلك يا أهل السنة. كما أن احنا عندنا في أهل السنة 90% من أهل السنة لا يعرفون شيئا عن الإسرائيليات الموجودة في كتب السيوطي أو في كتب الطبري أو في غيرهم، ومسلمين وسنة ومحسوبين، الإسرائيليات دي محسوبة علينا، ولو قعدنا ننقب هنطلع كوارث. فهل يا ترى إحنا كده أهل السنة؟ بالتأكيد لا. فالرجل تكلم كلاما صريحا وقال نحن لا نؤمن، بل من يسب الصحابة عندنا كافر. ماذا نقول عليه بعد ذلك؟ يعني واحد أعلنها صريحة، ماذا نقول عليه بعد ذلك؟ أي كلام آخر يبقى اتهام لك في عقلك أو في حقدك، أنت حقود فتنفث سمومك هذه في وجه أي حد خلاص. ولما نرجع لأصل المسألة يا إخوة، هنلاقي أن الموضوع أصلا خلاف سياسي، لكن المستبدين من حكامنا بيحاولوا أن هم يطفوا عليه الصفة الشرعية. هو خلاف سياسي ما بين فصيل سياسي هنا اللي هم حكامنا، وفصيل سياسي في إيران وأتباعه في المنطقة. خلاف سياسي بيصدر فيه بعض الدعاة يسب ويلعن في الآخرين. خلاف سياسي لعله مرجعه يعني عبر عنه حسن نصر الله في بعض الفيديوهات عندما قال هذا الكلام. أنا قلت لبعض الإخوان أمس كنا بقعدة، ولا أنا شفاه بحب أحكي هيك يعني، طبعا أنا ما بحب الملك سلمان، أنا بكرهه من أعماق قلبي، بس أنا عم بتسمع على ترامب حواني قلبي عليه، حواني قلبي عليه. هل قد الإسلام؟ هل قد الإهانة؟ هل قد المسح؟ لك هل قد الانسحاق؟ لك وين العروبة؟ لك وين الإسلام؟ وين حرمين الشريفين؟ وين العشائر؟ وين القبائل؟ وين هذا اللي بيسموه السيف اللي بيرقصوا فيه؟ لك وين؟ ولا كلمة، ولا كلمة. بعض الناس بلبنان لما بيحكي أنا وبيحكوا بعض إخواني كلمة عن السعودية بيطلعوا بيردوا علينا، فرجونا يا شجعان يا أبطال يا أهل الشهامة والعروبة والبطولة، ردوا، هذا ترامب أهان ملككم وأهان مملكتكم، وينه؟ لك ما حدا تنفس يا رجل، أبدا سكتوا، أهل القبور بيحكوا أكثر منهم. على ليلة بتفوت على المقبرة بتلاقي لوحة مكتوب عليها شيء، هن وجوه كالحة لك مش مكتوب عليها شيء. إذن الموضوع موضوع سياسي، مش موضوع خلاف عقائدي ولا ديني خالص. هنلاقي هنا الساسة والإعلاميين والمتحدثين الإعلاميين وكذا واخدين موقف من إيران ومن أزنابها في المنطقة، تمام، لكن ما تحاولوش بقى تدخلوا الصراع الفتنة الطائفية في الموضوع. ويجب أن نعمل نحن كدعاء وكمسلمين وكمصلحين على التعايش مع الآخر، حتى لو كان الآخر ده صاحب اعتقاد كفري يجب أن أتعايش معه، لأن احنا شئنا أم أبينا نعيش في وطن واحد. أهلنا في لبنان مسلمين ومسيحيين، أنتم في وطن واحد، مسلمين سنة وشيعة، أنتم أبناء وطن واحد. في سوريا، في الكويت، في البحرين، في أي مكان من بلاد الله عز وجل
لماذا لا نتعايش مع بعضنا البعض، وخاصة هؤلاء هم العوام؟ فلا تسمحوا لمساوئ ونجاسات السياسة أن تلقي بظلالها على الاعتقاد، فيتحول التعايش إلى فتنة طائفية تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. اتقوا الله يا دعاة الفتن، اتقوا الله، فإن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وهأنذا وضعت بين يدي حضراتكم دليل منتهى بحثي، إن الرجل لم يسب الصحابة ولا أمهات المؤمنين. إيتوني بفيديو واحد له وغير مجتزأ وغير معمول يعني بصياغة كده، لأن الحشرات كتير وبيعملوا حاجات كتير جدا، كولومبوس وحشراته وحشرات السلفية في مصر وفي هنا وهناك. احنا عايزين فيديو واحد للرجل وهو يسب ويلعن أمهات المؤمنين أو الصحابة، والله الذي لا إله غيره، لو أرسلتم لي هذا الفيديو والله سوف أخرج وأصحح موقفي واعتقادي، ليس اعتقادا طبعا، موقفي من هذا الرجل. مسألة واضحة يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تجيبوليش بقى فيديو لناس تانية بيسبوا ويلعنوا، هو نفسه في الفيديو قال هناك من يسبون ونحن نتبرأ منهم. يعني إذن الشيعة ليسوا سواء، كما السنة ليسوا سواء. ما أنت عندك سلفيين بيسبوا ويلعنوا في الإخوان وكلهم فصيل واحد يعني سنة، وعندك سلفيين بيسبوا ويلعنوا في أهل التصوف وكلهم فصيل واحد. دعوكم من هذه الفتنة فإنها منتنة. بارك الله فيكم، وتعالوا إلى كلمة سواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكر الله لكم. اللهم واحد صفنا واجمع كلمتنا في وجه أعدائنا، فنحن الآن في معركة فرضت نفسها ولا بد أن نتجند فيها خلف المسلمين. من أراد منكم أن يتخذ موقفا آخر في معركة أخرى فهو وما يشاء، لكننا نحن في معركتنا مع المسلمين، وكل من يصطف معنا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فأهلا بهم ومرحبا، لتحقيق هدف واحد نحو عدو واحد يكيد بنا كيدا ويتربص بنا ليلا ونهارا ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة. أفيقوا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.